بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا خاصيه من الخاصيات ديال المنصفات المثلثه. عندنا واحد النشاط ا بي سي مثلث، انشئ منصفات مثلث ا بي سي لتكون اي نقطه تقاطع هذه المنصفات واس وكوائل مساقط العموديه للنقطه اي على المستقيم ا بي واس سي وبي سي على التوالي. بين ان النقطه اش كتساوي كا كتساوي ال. ماذا يمكنك ان تقول عن النقاط اش وكا وال؟ اذا اول حاجه غادي نرسموا المثلث ا بي سي، غادي نرسموا المثلث ABC. ثم من بعد غادي نرسمو منصفات ديال الزاوية A والزاوية B والزاوية C. إذن غنشئ منصفات الزاوية ABC. إذا رسمت الزاوية مثلا A، ثم نجي للنقطة ما درسم نصف المستقيم، الرأس ديالو هو ولا الأصل ديالو هو النقطة أ. إذا هذا فهو منصف الزاوية بي أ سي. ثم غادي نرسم المنصف ديال الزاوية سي، ثم غادي نرسم هذا المنصف ديال هذه الزاوية. ثم إلا خدينا هذه الزاوية فهي كتقيس هذه الزاوية. ثم بقينا المنصف ديال الزاوية أ بي سي. نرسمو منصف ديال الزاوية، تن هاد الزاويتين فهما متقاسين. ثم كنلاحظ بأن لتكون اي نقطة تقاطع المنصفات، إذا المنصف ديال الزاوية أ مع المنصف ديال الزاوية بي مع المنصف ديال الزاوية سي، فمرتبط كتلقاو عندي فواحد النقطة اللي هي اي. هاد النقطة اللي هي نقطة التقاطع ديال المنصفات. هنا لتكون اش المسقط العمودي، اش المسقط العمودي للنقطة على المستقيم بي سي ولا المستقيم أ بي، لأن المستقيم أ بي هو هذا. إذا غنرسم المسقط العمودي للنقطة اي، قلنا بأن المسقط العمودي هو المستقيم المار من النقطة اي والعمود على المستقيم. إذا غادي نرسم هذا المسقط العمودي، إذا هنا عندنا النقطة اش. ثم غادي نرسم المسقط العمودي للنقطة اي على ولا النقطة ك، المسقط العمودي للنقطة اي على المستقيم اسي. المستقيم اسي هو هذا. إذا غادي ناخدو المسقط العمودي نوصلو هنا، هنا من الأحسن يكون هاد المساقط العمودية اللي كنرسمو يكونوا قادين. إذا هنا عندنا النقطة، هنا المسقط هو نقطة تقاطع المستقيم المار من النقطة اي والعمودي على مستقيم اس. هنا عندنا النقطة ك. ثم السؤال الموالي هو بأرسم ولا لتكون ال المسقط العمودي للنقطة اي على مستقيم بي سي. إذا بي سي هي هادي، ثم غادي نرسمو المسقط العمودي ديال تتقاطع لينا مع بدالة. عندنا عندنا مسقط العمودي، هنا عندنا النقطة، عندنا النقطة ال. إذا عندنا اش المسقط العمودي للنقطة اي على مستقيم بي، ك المسقط العمودي للنقطة اي على مستقيم سي، و ال المسقط العمودي للنقطة اي على مستقيم بي سي. ثم عندنا السؤال ألف، يعني ثلاثة أو لا جوج ألف، لنبين أن اي اش تساوي اي ك تساوي اي ال. هنا عندنا واحد القاعدة ولا واحد الخاصية ديال المنصفات، بأن إلا كان واحد النقطة تنتمي إلى منصف الزاوية، وإلا درنا المسقط العمودي ديال هذيك النقطة على الضلعين ديال الزاوية، فهذوك المسافة كتكون متقايسة. مثلا إلا خدينا البيكار هنا، شوفوا واش فعلا هاد المسافات متقايسين أو لا. إلا خدينا المسافة مثلا اي اش، واش هي كتساوي المسافة اي ك؟ نعم، كتساوي المسافة اي ال. نعم، إذا كطلعت فما متقايسين. هنا لدينا اي نقطة تنتمي إلى منصف الزاوية مثلا بي أ سي، تعداد النقطة اي فكتنتمي لمنصف الزاوية بي أ سي، و اش و ك المسقطين
العموديين للنقطة اي على المستقيم ولا على الضلع ابي و اسي على التوالي. اذا على التوالي شنو نقصد بها؟ كنقصد بها بان اش هي المتقيد العمودي للنقطة اي على المستقيم ابي و كا هي المتقيد العمودي للنقطة اي على المستقيم اسي. اذا الى خدينا المسافة اي اش فهي كتساوي المسافة اي كا. اذا هذه العلاقة الاولى. نفس الشيء الى خدينا مثلا لدينا اي نقطة فهي كذلك تنتمي الى منصف مثلا الزاوية منصف الزاوية A C ولا A B C A B C. اذا اي تنتمي الى منصف الزاوية A B C و H و L المسقطين العموديين للنقطة اي على الضلعين او المستقيمين AB و BC على التوالي. اذا واضحة في هذه الحالة. اذا المسقطين هنا عندنا المسقطين العموديين للنقطة اي على مستقيمين AB و BC. يعني ان الى خدينا المسافة EH فهي كتساوي المسافة EL. وإلا خدينا من هذا واحد وهذا جوج، عندنا المسافة إي أش كتساوي إيكا وعندنا المسافة إي أش كتساوي إل. إذا المسافة إي أش كتساوي إيكا كتساوي إل. هنا من واحد و إثنان نستنتج أن المسافة إي أش تساوي المسافة إيكا تساوي المسافة إل. إذا إحنا بينا بأن إي أش كتساوي إيكا كتساوي إل. ثم السؤال الموالي، ماذا يمكنك القول؟ إذا باء تجوج باء، ماذا يمكنك القول عن النقط أش وكا وإل؟ هنا لدينا اي اش كتساوي اي كا كتساوي اي ال. هنا الى خدينا النقطة اش وكا وال فهي تبعد بنفس المسافة عن النقطة اي اش. اش وكا وال تبعد بنفس المسافة عن النقطة ال. يعني ان النقط اش وكا وال تنتمي الى الدائرة اللي المركز ديالها هو النقطة اي. الشعاع ديالها هو اما اي اش او لا اي كا او لا ال. اذن عندنا لدينا اي اش كتساوي اي كا كتساوي ال. يعني ان النقط اش وكا وال تبعد بنفس المسافة عن النقطة E. أي أن النقط H و K و L تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها E وشعاعها مثلا إما نأخذه EH أو لا EE أو لا EK. إذن بينهم ثم من بعد غادي نرسمو هاد الدائرة. إذا غادي ناخدو النقطة إي وناخدو هاد الدائرة وغادي نرسمو هاد المركز وغادي نرسم هاد الدائرة. إذا غادي نحاول نرسمو هاد الدائرة. إذن هذه الدائرة المركز ديالها هو نقطة اي. هذه الدائرة اللي رسمنا فيها تسمى الدائرة المحاطة بالمثلث. يعني لاخدين النقطة اس وكا وال فهي تنتمي لهذه الدائرة وعندنا فهي داخل المثلث كتسمى الدائرة المحاطة بالمثلث. في هذه الحالة النقطة اي تسمى مركز الدائرة هنايا المحاطة تردوا البال مزيان المحاطة بالمثلث ABC. كتسمى مركز الدائرة المحاطة بمثلث A B C. ثم من بعد غادي نشوفو خاصية. إذا خاصية هنا عندنا منصفات مثلث تتلاقى في نقطة واحدة تسمى مركز الدائرة المحاطة بهذا المثلث. إذن هذا هو مركز الدائرة المحاطة بهذا المثلث. شوفوا مثال. نحاول نرسمه واحد المثال.
درس ممتاز. عندنا هنا او اف جي مثلث. ثم هذا رسم المنصفات ديال المثلث او اف جي. غادي نجي النقطه جي ونرسم الوسيط ديالها او لا عفوا المنصف. هذا غادي نرسم المنصف الاول. هذا حنا رسمنا المنصف الاول تن هاد الزاوية فهي كتقيس هاد الزاوية. ثم غادي نرسم المنصف ديال النقطة او اولا ديال عفوا ديال الزاوية او ولا اف اس جي او. إذا عندنا المنصف الثاني. ثم بقى عندنا المنصف الثالث اللي هو ديال الزاوية F. ثم عندنا هنا عندنا منصف اللي هو هذا ديال هاد الزاوية. هنا عندنا النقطة اي اللي هي نقطة تلاقي ديال المنصفات ديال المثلث او اف جي. باش نرسم الدائرة المحيطة بهذا المثلث يكفي خصنا الشعاع. الشعاع باش نرسم النقطة مسقط العمودي ديال النقطة على احد الاضلاع ديال المثلث باش يعطينا الشعاع. نرسم هاد ده عندنا النقطة مثلا اش اللي هي المسقط العمودي ديال النقطة اي على المستقيم او اف. ثم مركز ثم الدائرة المحاطة بالمثلث هو الشعاع المركزي ديالها هو النقطة اي والشعاع ديالها هو اي اش. ثم من بعد هذا الرسم عادي. إذا كما كتلاحظوا بأن الدائرة كفاية داخل المثلث هنا فأنا متقاطع مع هذه الدائرة في هذه النقطة وهذه في هذه النقطة وهذه في هذه النقطة. إذا هذه هي الدائرة المحاطة بهذا المثلث. عندنا النقطة اي النقطة اي مركز الدائرة المحاطة دارت البال المحاطة بالمثلث او اف جي. ثم من بعد غادي نشوفوا واحد التمرين التطبيقي. عندنا ا بي سي مثلث حيث ا بي كتساوي 6 سنتيمتر و ا بي سي كتساوي 5 و بي سي كتساوي 7. ماشي الدائره المحاطه بالمثلث ا بي سي. اذا اول حاجه غادي نرسموا مثلث بحيث بي سي القياس ديالها شحال هو 7 سنتيمتر. اذا عندنا النقطه ولا القطعه بي سي اذا عندنا بي وعندنا سي. ثم هاد ا بي الطول ديالها فهو 6 سنتيمتر اذا ناخذ 6 سنتيمتر. ثم غادي نجي النقطه بي ونرسم القوس الاول. ثم عندنا اسي القياس ديالها فهو 5 سنتيمتر. ثم غادي نمشي للنقطه سي ونرسم. اذا هنا عندنا النقطه ا. اذا عندنا ا بي سي مثلث. ثم غادي نرسمو المنصفات باش نحصلو على الدائرة المحاطة بالمثلث ا بي سي. يكفي نرسمو غير منصفين جوج وراهما فين كيتقاطعو عندنا كيحدو لنا المركز ديال الدائرة. باش نحصلو على الشعاع ديالها يكفي نديرو المسقط ديال ديك النقطة على أحد الأضلاع ديال المثلث. تا غادي نرسم المنصف ديال الزاوية مثلا سي إذا عندنا المنصف الأول
ثم غادي نرسم المنصف الثاني تالين ديال الزاوية بي، ثم غادي نمشي للنقطة الأولية غنجي هنا ونرسم، ثم غادي نرسم هذا المنصف هنا. هذا المنصف الثاني، وهذه النقطة فين غيتقاطعوا عندي جوج منصفات فهو مركز الدائرة المحاطة بهذا المثلث. ثم من بعد ما حددنا المركز ديال الدائرة المحاطة بالمثلث نسمو النقطة اي. هنا باش نرسم المنصف ديال الزاوية بي ا سي يمكن نرسمه ولا ما نرسموش، حيت اللي باش نرسم باش مطلوب مني هو نحدد غير الدائرة المحاطة بالمثلث. إلا رسمت غير جوج ديال المنصفات هما كيعطيني المركز. بقى عندنا الشعاع، الشعاع غيكون هو المسقط العمودي ديال النقطة هي على أحد الأضلاع، مثلا عندنا الضلع مثلا ا سي ولا بي سي، المسقط العمودي مثلا ديال النقطة اي على الضلع مثلا بي سي. هنا عندنا الزاوية قائمة تنسمي النقطة اش، وبالتالي الدائرة المحاطة بالمثلث المركز ديالها هو اي اللي هو نقطة التلاقي ديال المنصفات، الشعاع ديالها هو المسافة اي اش اللي هو المسقط العمودي ديال النقطة اي على احد الاضلاع ديال المثلث. ثم غادي ناخدو البيكار ونرسم، عندنا المركز عندنا الشعاع، اذا غادي نرسم الدائرة المحاطة بمثلث ا بي سي. الدائرة المحاطة بالمثلث إذن هذه هي الدائرة المحاطة بالمثلث. استنى إلى رسمنا هنا عندنا هذا هو الشعاع، نحاول نرسم نشوف إذن هذه الدائرة المحاطة بالمثلث ABC. إذا عندنا هنا إي مركز دائرة المحاطة بالمثلث A B C. وهنا فاش نبغيو نرسمو المنصفات خصنا نرسمو المنصفات بواحد يكون واضح، يكون بواحد الدقة، ونجرو قلم رصاص مزيان باش يعطينا الشكل يكون واضح ومقاد. وبعدها نكون سالينا التصحيح ديال هذه الفقرة. اللي عنده شي سؤال يخليه في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.